هنبدا المباراه الثانيه الحين ما بين مجموعه مدريد ومجموعه نابولي، صح كده رجاله؟ يلا موفقين مع الكابتن عثمان. صف واحد ورا بعض، يلا صف واحد ورا بعض يا رجاله، صف واحد ورا بعض. يا لعيب يا لعيب كمل معاش. اي جول هوب 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 يا راجل جول هوب هوب هوب
مستوى انا مبسوط منه من المباريات كلها والفرق. حتى انت مبسوط بلعبك، الشغل اللي بناخده في التصوير او المهاري او البدني ده كله فارق مع الولاد. اللهم لك الحمد كله شارك، وكل النهارده دوري عالمي. بشكركم والله يعطيكم العافيه. في حاجه بسيطه، فاعل خير جالي بس المره دي اسمه تمام. الوضع بالنسبه له اعطاني 50 ريال تمام، قال لي يا ابو مطر اختار اربع لاعبين. اجلس انت لسه جاي من تركيا مشاري. ايه اعطاني 50 ريال. طبعا احنا اخترنا الاربع لاعبين اليوم اللي هم معاشي شافها كبيره ليه، افضل لاعب محمد عبيد، افضل لاعب قصي الشمري، افضل لاعب محمود مطر، افضل لاعب. الاربعه دول اللي تم اختيارهم اليوم عشان ما حدش يزعل. عملنا دور على الحين اربع ورقات، هيختار الورقه ديت هيجي مطر هنا، هتختار ورقه من الاربع ورقات اللي هيطلع اسمه ياخد مين. بعد مطر ما يختار الورقه نقول الاسم اللي فاز بالجائزه. خلاص محمود ابني اللي خد الجائزه. يا حياة بالله عليكم حاجين الاستاذ، ما تقولوا واسطه ومش واسطه.